اليوم هذا يعني اليوم الدراسي المتعلق بالتشغيل والتكوين على مستوى الجهة، هو الأصل فيه هو أن الحكومة تهيئ ليوم أو لأيام وطنية حول التشغيل، ولكن انطلاق من الخطابات ديال جلالة الملك والتوجيهات ديالو على أنه خص تعقد على مستوى الجهات يعني أيام كذلك لدراسة هذا الموضوع، والتي ستخرج بتوصيات التي ستشتغل عليها يعني الندوة الوطنية حول التشغيل. إذن اليوم هذا اليوم ديال جهة مراكش آسفي، واللي دار في واحد المعاد الورشة التشخيصية أولا لموضوع البطالة وموضوع التشغيل وموضوع الاستثمار يعني في علاقته طبعا بالتشغيل. يعني هذه الورشة هذه خرجت بواحد المجموعة ديال التوصيات، واللي تقرات ربما سمعتوا لها في خلال العروض، ودار العرض هو اللي دار السيد الوالي بخصوص، ثم العرض ديال الجهه كذلك يعني استكمالا لما يعني دار في الورشه التشخيصيه، وانطلاقا من البرنامج العمل ديال الجهه. فاذا كان الموضوع هو هذا، اذا فيه واحد العدد ديال الاسئله حول امكانيه تحفيز التشغيل وإمكانية تحفيز المقاولة وإمكانية يعني إزالة واحد العدد ديال العراقيل متعلقة بتشغيل، اللي فعلا يعني هي قائمة الدين، ولا بد أنه خرجوا يعني بهذه التوصيات هذه. ويمكن خلاصة الموضوع هو في هذا الموضوع ديال التشغيل هو الاستثمار، ولكن الابتكار يعني بالنسبة لي يعني فتح المجالات ديال التشغيل ديال الشباب بجميع أصنافه. سيد العمدة، هل أنتم كمجلس منتخب لديكم خطة للحد من دائرة البطالة في مدينة الجزائر؟ لا، احنا عندنا ماشي خطة، ولكن احنا أيضا واحد الطرف تاع الجماعات المحلية، الجماعات الترابية كلها ما فيها الجهات طبعا التي هي جماعة ترابية كبيرة، يعني واللي هي عندها هذا الاختصاص ديال التشغيل واختصاص ديال التكوين واختصاص ديال الجهة. على مستوى الجامعات كذلك ايضا حنا كنهيئوا واحد العدد ديال القطاعات اللي حنا كندعموها وكندخلوا فيها يعني سميتو وكنشجعوا فيها التشغيل، وخاصه عن طريق الاستثمار وعن طريق التراخيص وعن طريق واحد العدد ديال القضايا اللي حنا كنحفزوا بها التشغيل. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.